There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab tests, or for any reason at all. Be vegan, make peace. So be it. Peace for Ukraine or Ukraine now. Russia, just go home. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. Sade program pesh karde han anek bhashawan. Kripa dekho suprememastertv.com/schedule. فلسطين كان فيها شعب، كان فيها شعب نشيط فعال منتج مفكر مبدع. The old city is surrounded by a high winding wall built by Suleiman the Magnificent. Outside the wall, the city is surprisingly modern. Palestinian filmmakers preserving culture through cinema. Continue watching to find out more. A plant-based diet can keep our body in good shape to be used until very old age. Even up to the time for us to return to heaven, our body can still be very nimble. That is what a human life should be. A plant-based diet is the guarantee to good health. If one still has any unexplained illness, it could be due to past karma. As long as we do more charities and meritorious deeds in society, we can pay back the karma with our merits. Li Chen Chu, vegan. Today's episode will be presented in Arabic with subtitles in Arabic, Olaxes, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. مشاهدينا النبلاء، كل شيء يبدو نقيا وجميلا عندما نرى العالم في نور الله. الشعب الفلسطيني الأصيل يحب الاحتفاء بمجد الله بمرفقة أرواح لطيفة مثلكم. عسى أن تسيروا دائما وأنتم ممتنون لنور الله. اسمي رياض، مرحبا بكم في برنامجنا صنع الأفلام الفلسطينيون الحافظ على الثقافة من خلال السينما. مع 3000 سنة من التاريخ المسجل كانت فلسطين تعرف باسم أرض كنعان، إنها أرض مقدسة لدي الديانات السماوية الثلاثة المسيحية واليهودية والإسلام، وموطن لعديد من المواقع الدينية بما في ذلك المسجد الأقصى والمسجد قبة الصخرة. على بعد 10 كيلومترات فقط جنوب القدس عاصمة فلسطين تقع بيت لحم، مسقط رأس السيد المسيح نباتي. إلى جانب كونها قلب الأرض المقدسة، فإن فلسطين هي موطن للصحاري الشاسعة والمناظر الطبيعية الخلابة والأثار التي يعود تاريخه إلى قرون والبدو والمدن التاريخية. رشيد مشحراوي مخرج فلسطيني معروف من غزة قال ذات مرة: فلسطين في السينما لها تاريخ، إنها بلد جميل يطل على البحر الأبيض المتوسط
من مدنها يافا وحيفا. السينما هي أيضا ذاكرة فلسطين في السينما، ليست مجرد حالة سياسية فحسب، إنهم أصحاب ثقافة ولغة وفن متعدد الجوانب. نحن موجودون في السينما كاملة. فلسطين كان فيها شعب، كان فيها شعب نشيط فعال منتج مفكر مبدع. الكبار بالعمر كانوا يقولوا إنه أسواق مدينة حيفا وشوارعها كانت لساعات طويلة خلال النهار تسمع أصوات المغنين والمطربين العرب، خصوصا المصريين المعروفين، في من خلال بيوتهم، من خلال المحلات التجارية اللي كانت موجودة بهذاك الوقت. The old city is surrounded by a high winding wall built by Suleiman the Magnificent. Outside the wall, the city is surprisingly modern. التقطت المشهد الأول لفلسطين في عام 1897 عندما أرسلت استوديوهات لومير براذرز المعروفة بأنها من أوائل صناعي الأفلام في التاريخ. أرسلت ألكسندرا برومي لتصوير مشاهد في يافا والقدس. بعد أكثر من عقد بقليل في عام 1908 تم إنشاء أول صالة سينما في فلسطين، سينما تغرفي أوركول في القدس، وبدأت في عرض الأفلام ليالي السبت والأحد. في عام 1912 تم إنشاء دار سينما صامتة في المدينة المسمى السينما الدولية، أول فيلم فلسطيني يعتبر عموماً فيلماً وثائقياً صامت مدته 20 دقيقة عن زيارة جلالة الملك بن سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى فلسطين عام 1935، من إنتاج استوديو إبراهيم حسن سرحان ومقرها أيفا. عرض الفيلم في مهرجانات النبي روبيان، وهو مهرجان إسلامي سنوي يقام في النبي روبيان، وكان يحضره ما يقادر بنحو 30,000 شخصاً في أغسطس من كل عام. في عام 1945 أسس إبراهيم حسن سرحان مع أحمد حلمي كيلاني أول شركة أنتج أفلام فلسطينية سميت شركة الأفلام العربية. أطلق معاً أول فيلم روائي طويل لمها بعنوان عيشة العيد عام 1947. كان للنزوح الجماعي الفلسطيني عام 1948 والمعروف بالنكبة أثر مدمر على المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك صناعة السينما النامية. بسبب النكبة اضطر إبراهيم حسن سرحان إلى الفرار من يافا. بعد قصف البلدة وضع عيشة العيد إلى جانب كافة الاستعدادات المخصصة لفيلمهم الثاني. يشار إلى أن الأفلام قبل النكبة كانت تقدم أفضل رواية لحياة اليومية للفلسطينيين قبل الحدث المؤسي. يعتبر مصطفى أبو علي إحدى مؤسسين السينما الفلسطينية. في عام 1973 أسس جمعية السينما الفلسطينية في بيروت. طول حياته أخرج أكثر من 30 فيلماً وفاز ب 14 جائزة. فيلمه الوثائقي الذي أنتجه عام 1974 وحمل اسم ليس لهم وجود، والذي يعرض لقطات من الحياة اليومية للفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في لبنان، وأثر آخر للنكبة كان يسمى حجر الزاوية في السينما الفلسطينية. حصد الفيلم دبلوم الشرف في مهرجان لبزغ السينمائي عام 1974 وجائزة اتحاد النقاد العرب في مهرجان قرطش السينمائي بتونس عام 1978. رائد آخر من رواد السينما الفلسطينية هو المخرج المستقل من النصرة ميشيل خليفي. فيلمه الذي أنتجه عام 1987 وحمل اسم عرس في الجليل كان أول فيلم روائي من صنع فلسطيني. تجاوز الفيلم الخطاب الإعلامي.
في ذلك الوقت ووضع الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في موقف عملوا فيه معا وأوجدوا قواسم مشتركة. حصل الفيلم على عديد من الجوائز بما في ذلك جائزة النقد الدولية وجائزة مهرجان كان 1987 الصحفة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي لعام 1987 والعديد من الجوائز الأخرى. Vegan, prove that you can. مشاهدينا المتألقين، سوف نتوقف قليلا لسمع رسالة موجزة، سنعود بعد قليل. رجاء ابقوا معنا على سوبريم ماستر تلفزيون. Peace for Ukraine or Ukraine. أهلا بكم من جديد إلى برنامجنا صنع أفلام فلسطينيون الحافظ على الثقافة من خلال السينما. One life, one chance. Be vegan, make peace, do good deed. We'll feel great. نشأ المخرج رشيد مشهراوي وترعرع في مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة. في عام 1996 أسس مركز الإنتاج والتوزيع السينمائي CBC في رام الله، والذي يوفر فرصا لصانعي الأفلام الفلسطينيين الشباب لعمل في الإنتاج. كما أنشأت CBC أيضا سينما الهاتف المحمور، والتي تقدم عروضاً سينمائية في مخيمات اللاجئين، وتنظم مهرجاناً سنوياً لأفلام الأطفال. حصل فيلم السيد مشهراوي حتى أشعار آخر من إنتاج عام 1994 على جائزة اليونسكو للأفلام في مهرجان كان السينمي الدولي، كما فاز بالعديد من الجوائز عن فيلمه اليهجين الذي جمع بين الوثائق والخيال ومن إنتاج عام 2002 تذكرة إلى القدس. أنميري جاسر هي واحدة من أبرز المخرجات الفلسطينيات. كان فيلمها القصير الأول مثل 20 مستحيلا أول فيلم عربي قصير في التاريخ يتم اختياره رسمياً لمهرجان كان السينمائي، وقد وصل إلى نهائيات حفل أوسكار وفاز ب 15 جائزة في المهرجانات السينمائي الدولي. منذ ذلك الحين تم تكريم 3 من الأفلام الروائية للسيدة جاسر بترشيحها لنيل أوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي، من بينهم فيلم واجب الذي حاز على أكبر قدر من التقدير بما في ذلك 36 جائزة دولية. في هذه الدراما يضطر الأب وابنه المنفصل عنه أن يجتمعان إكراماً لعادات فلسطينية محلية تتمثل بتسليم دعوات زفاف ابنتهم أختهم باليد. نجوى ناجر هي كاتبة ومخرجة سينمائية أخرى لها بصمات في صناعة الأفلام الفلسطينية. حاجز فيلمها الطويل الأول المر والرمان على جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان الدوحة تربيكي السينمي، وتم عرضه في أكثر من 80 مهرجانا دوليا. فيلمها عيون اللص إنتاج عام 2014 كان المرشح الفلسطيني لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز أوسكار 78.
عماد برنات هو أول فلسطيني يرشح لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم وثائقي. فيلمه الوثائقي 5 كاميرات مكسورة إنتاج عام 2011 الذي شارك في إخراجه مخرج الأفلام الوثائقية الإسرائيلي من أصل فرنسي غاي ديفيدي، يصور الحياة والمظاهرات في بلعين وهي قرية في الضفة الغربية متخمنة للمستوطنات الإسرائيلية. قام السيد برينات بتصوير جميع اللقطات بنفسه. حصل الفيلم الهادف على جائزة إيمي الدولية عام 2013، وحصل عماد برنات وغاي ديفيدي على جائزة أفضل إخراج في مهرجان سودان السينمائي عام 2013. حصل المخرج السينمائي الهولندي من أصل فلسطيني والمولود في النصرة هاني أبو أسعد على ترشيحا لجائزة أوسكار بما في ذلك فيلمه عمر من إنتاج عام 2013. يروى فيلم عمر قصة عشق فصلهم الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية ويضم طاقما فلسطينيا من الممثلين الجدد. حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي 2013. في عام 2014 كان عمر هو المرشح الفلسطيني لأفضل فيلم باللغة الأجنبية في حفل توزيع جوائز أوسكار 86، تم ترشيحه لنيل الجائزة. جاسوس. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Bolivia is one of them. Bolivia. Law for the defense of animals against acts of cruelty and mistreatment. Law 700. In 2015, Bolivia set this framework, making acts of violence toward animal people punishable with fines and up to a year in jail. If the animal person is killed due to cruel treatment, the penalty will increase by 1/3 of the maximum penalty. In 2010, Bolivia declared all of Mother Earth, which includes the animal individuals, as having equal rights as humans. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan, make peace. So be it. إلي سليمان هو مخرج أفلام فلسطيني وممثل من أصل أرثوذكس يوناني. اشتهر إلي سليمان بأسلوبه الفكاهي الفريد، حيث يحاول تقديم كل شيء وأحياناً حتى المأساة بطريقة كوميدية خفيفة ولطيفة. كان فيلمه الطويل الأول سجل اختفاء أول فيلم فلسطيني يحاط بالعرض الوطني في الولايات المتحدة. السيد سليمان نفسه يلعب دور البطولة في فيلم إلى جانب أفراد الأسرة والأقارب وغيرهم من غير الممثلين، أفضل من يصور الفلسطينيين وهم يعيشون حياتهم اليومية. في عام 2002 أخرج إلياء سليمان وادي دور البطولة في فيلم يد الإلهية حزمة من الحب والألم الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي 2002. يصور فيلمه الأخير لابد أن تكون الجنة، أسلوبه الكوميدي وهو يسافر إلى مدن مختلفة ويوجد مقارنات مع وطنه الفلسطيني. حصل الفيلم على عديد من الجوائز، منها جائزة النقد لعام 2020 للأفلام العربية. عدد متزايد من المهرجانات السينمائية الفلسطينية الدولية تقام في جميع أنحاء العالم لعرض الأفلام الفلسطينية على الجماهير الدولية. أكبر مهرجان للسينما الفلسطينية
هو أيام فلسطين السينمائية في عام 2022. أقيم الاحتفال في 7 مدن فلسطينية وضم 60 فيلماً محلياً وعالمياً. ويهدف المهرجان إلى الترويج لإنتاج السينما الفلسطيني ومنح جائزة قدرها 10,000 دولار لأفضل فيلم فلسطيني للعام. في عام 2022 تنافس على جائزة 24 فيلماً محلياً. نحن بغاية الامتنان لسائر المخرجين الفلسطينيين الذي كرسوا حياتهم للحفاظ على التاريخ والأهمية الثقافية لفلسطين. عسى أن ينعم الله عليكم بكل جميل وأنتم تشاركون العالم ثقافتكم الجميلة. Vegan side effect: feel alive and well. مشاهدينا الواعيين، نشكر حضوركم برنامجنا لهذا اليوم، صنع الأفلام الفلسطينية الحافظ على الثقافة من خلال السينما. التالي أريك ماركوس نباتي، رائد النباتية فيجن، الجزء 2 من 2. عسى أن تؤتي جهود سائر الفنانين ثمارها وأن تغذي قلوب الناس وعقولهم برحمة الله. Progressive viewers, thank you for your company today during Palestinian Filmmakers, Preserving Culture Through Cinema. Up next is Eric Marcos, Vegan, A Trailblazer for Veganism, Part 2 of 2. May the elevating endeavor of all artists be fruitful and nourish people's hearts and minds in Allah's mercy. Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.